منزل أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى. أن رجل لا يمكنه أن يبني منزلا واحدا بمفرده، إنما 10 رجالة يبنوا 10 بيوت. رجل مر على 3 رجالة بينحتوا حجر، سأل الأولاني أنت بتعمل إيه؟ قال أنا بكسب عيش يومي، قوت يومي. سأل الثاني أنت بتعمل إيه؟ قال أنا بنحت حجر. أما سأل الثالث أنا ببني جامع. ففي فرق بين الثلاثة. منزل أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى، عبارات ترن في ذاكرة العمران القديم، فتبعث في صداها أسئلة غفلنا عن أجوبتها. لمن تبنى البيوت؟ لما يشيد العمران؟ للإنسان، لي ولك. لكن الإجابة لا تكتمل بذلك، فمع عولمة البناء ومضي الأزمان اختلف مفهوم العمارة، ولم تعد تلقي بالاً بذلك الإنسان في مختلف ظروفه الاقتصادية والبيئية والنفسية. فلماذا لا يعكس البناء المعاصر هوية كل منا، حضارتنا وحاجاتنا المختلفة؟ يناقشنا في هذا الأمر الأستاذ ماهر أبو سمرة، وهو مهندس معماري يعمل على إحياء التراث المعماري والهوية العربية في فن العمارة. العمارة التقليدية هي عمارة ما لها عمر قصير مثل الإسمنت أو الكونكريت. يعني العمر الافتراضي حسابياً للإسمنت أو الخرسانة المسلحة، البناء بالخرسانة، هو 70 سنة في أحسن أحواله. يعني فأنت بتتخيل مدينة مثلاً مثل عمان أو أي مدينة عربية مبنية بالطريقة الحديثة، بعد 70 سنة ما راح يكون أي مبنى من مبانيها موجود. البناء التقليدي هو البناء باستعمال المواد المحلية والخبرات المتراكمة عبر العصور لإنتاج مساكن أو مباني مقاومة للطبيعة وللظروف الجوية وتدوم فترات طويلة. يعتمد البناء المعاصر على العديد من المواد المركبة دون النظر إلى القدرة على تصنيعها محلياً، مما يجعلنا نحتاج لاستيرادها كالإسمنت والحديد والخرسانة، بينما أن اعتماد العمارة التقليدية يقتصر على المواد المتوافرة في البيئة المحيطة من خشب أو طوب طيني أو حجر، بالإضافة إلى الأيدي الحرفية. البناء التقليدي هو حاجة لا غنى عنها في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث، الدول النامية، لأنها هاي الدول فاتورة الاستيراد للحديد والإسمنت فاتورة غالية وللطاقة. فاستعمال المواد المحلية مثلا في دولة مثل فلسطين، قطاع غزة محتل، منعوا الاستيراد بعد الحرب، فبالتالي ما في إعادة إعمار لأنه ممنوع دخول الحديد والإسمنت. بينما لو الخبرات المحلية لازالت موجودة والحرفيين موجودين يستطيعوا يبنوا مباني ويعيدوا الإعمار باستعمال المواد المحلية، الطوب والحجر، كان ما واجهوا مشاكل في إعادة الإعمار. أيضاً دول الجوار اللي بتتعرض لحروب، فاتورة إعادة الإعمار للمدن اللي تدمرت فاتورة كثير كبيرة، مع اقتصاد بيكون يعني بيعاني. فالاتجاه نحو استعمال المواد المحلية هو حاجة مش شيء يعني من الكماليات. طريقة البناء التقليدي مجدية لعدة أسباب. السبب الأول عمر البناء، ما في هدر للموارد المحلية. تخيل كل مدينة حالية مبنية بالخرسانة كل 50 سنة حيتم إعادة بنائها بالكامل، وما حيضل مباني ترسخ في ذاكرة الجيل يورثها للجيل الآخر. أيضاً موضوع العزل الحراري، استعمال الجدران السميكة من الحجر أو الطوب، تصل سماكاتها لمتر، سماكة الجدار،
تعطينا فروقات في درجة الحرارة بين الداخل والخارج صيفاً وشتاءً، يعني ما بتقل عن 13 درجة أو 10 درجات، فبالتالي جونا اللي هو بيوصل ل 35 درجة بالصيف ممكن تنزل لل 25 أو 22، وبالشتاء أيضاً لما تكون الحرارة 10 أو 15 بدك تزيد لها 10 أو 13 درجة. أيضاً الموضوع النفسي إنه إحنا في كهوية عربية إسلامية موروثنا هاي العمارة اللي هي بتخصنا بتعنينا، عمارة يعني العمارة الزجاجية أو ناطحات السحاب ما مننتمي إلها، يعني هي دخيلة علينا. حسن فتحي معماري ومفكر مصري استشعر وعاش صدمة البؤس والفقر الذي يواجه أبناء وطنه ومعاناة الفقراء في كل مكان، فطور نمطاً معمارياً فريداً وأعاد إحياء طرق البناء التقليدية والعمارة البيئية التي تعمل على توفير بناء وإسكان جمالي وإنساني من المواد المحلية في المنطقة ذاتها. فكرة المشروع هي حلم. أنا عملت فترة طويلة في طراز البناء هذا اللي هو بالجدران الحاملة مع أستاذي عبد الواحد الوكيل. كان عندي حلم إنه أبني بهاي الطريقة. الآن مش بسهولة تقنع شخص إنك تبني له في هاي الطريقة، فأنا اضطريت أبني لنفسي حتى أستطيع أحقق هذا الحلم. أبني بيت يعيش أكثر من 1000 سنة، فيه العناصر المعمارية والمفردات من الحضارة الإسلامية، ويكون نموذج ناجح لهاي طريقة البناء وطريقة العمارة. والحلم أكبر من هيك، أنه يعني يكون في رواج لهاي الطريقة أو قبول من الناس في المجتمع. الأسئلة الشائعة اللي هي: هل هاي المباني مقاومة للزلازل؟ هل هاي المباني بنقدر نطلع أكثر من طابق؟ هاي الاستفسارات بجاوب عليها الأمثلة الشاخصة. يعني إحنا لما نشوف جنبنا المسجد الأقصى أو المسجد الأموي أو قبة الصخرة، مباني عمرها 1200 سنة وأكثر، صمدت مع الزمن، مع الزلازل ومع الظروف الجوية ومع جميع أنواع التغييرات اللي طرأت على المنطقة. الآن بالنسبة للشق الثاني اللي هو عدد الطوابق، مثلا منارات أو مآذن المساجد القديمة التاريخية اللي عمرها أكثر من 1000 سنة فيها لغاية 50 متر ارتفاع، وأيضا صامدة بالظروف الجوية والزلازل. الأمثلة القديمة يعني هي أكبر برهان على قوة وتحمل طريقة البناء هاي لما يكون التصميم مدروس. أولاً وأهم عائق أمامنا عدم وجود الأيدي العاملة والحرفيين المتدربين على هاي طريقة البناء، نتيجة أنه في فترة انقطاع صارت من 1900 إلى 1950 اللي هي فترة انتشار الخرسانة المسلحة. أجيال الحرفيين ما ورثت المهنة لأبنائهم، فانقطعت السلسلة اللي هي عبر التاريخ عم بتورث الحرف. العائق الثاني نتيجة عدم وجود الأيدي العاملة الحرفية حيترتفع التكلفة، لأنه يعني التكلفة الأساسية مثلا إذا أخذنا موضوع البناء بالحجر، الحجر متوفر. يعني أنت مثلا بتروح بدك تبني بيتك، بيكون في منطقة جبلية، حتحفر الأرض، بينتج مئات الأمتار المكعبة من نواتج الحفر اللي هي كتل الصخور، فأنت بإمكانك تستعملها. يعني في التجربة اللي عملتها نتج عندي تقريباً 1000 متر مكعب من نواتج الحفر واستعملناها. النقطة الأخرى ممكن تكون من العوائق اللي هي قوانين البناء. لو تقدم معاملة للهيئات اللي بتعطيك ترخيص البناء، قلت لهم بدي أبني بدون حديد وبدون خرسانة، ما رح يوافقوا،
لأنه مش منتشرة، يعني أغلب الموظفين عندهم بيروقراطية في العمل، بدهم مخططات تسليح للأسقف والأعمدة والجسور، إذا ما أعطيتهم المخططات ما راح يعطوك تصريح البناء. ففي عنا فرص ما لازم نضيعها. المعاهد التقنية هون اللي في البلدان العربية بتدرس مثلا أعمال الكهرباء وأعمال السباكة وأعمال البناء، بس ما في بند بيدرس طريقة البناء التقليدية. لو موجود جهة تدعم مركز للحرف لإحياء طريقة البناء هاي، هذا الهدف والحلم. البناء لما يكون هو هويتك أنت في عندك حنين لإله. يعني لما تدخل مثلا سكان بلاد الشام لما يتفرجوا ويشوفوا بيت قديم في نافورة وبحرة بالوسط وفي حجر، كلهم بحبوه، ما في حد ما بحبوه، ما بتحسه غريب عنك، بتحسه بيت جدك. بالعمل نصل لهذا الحلم لتوفير مساكن وعمران جميل وملائم لكل إنسان ومكان، دون أن يحول الفقر أو الحصار بين الإنسان واستحقاقه لمسكن كريم.